هو بيدعو للفاعلية دي انه مفيش ناس كتير هتيجي، هو عارف، طب الهدف انما علشان خاطر تكون نقطة اتحطت ويجي بعد كده فاعلية تانية، نقطة تانية تتسع الدائرة اكتر، كأنه بيعمل ثقب في جدار، الجدار الوطني، ثقب صغير قد لا يرى في بداية الامر بالعين المجردة، يبتدي يوسع الثقب ده بكثرة الدعوات وبالحركات اللي بيعملها بالإغضاب، وطبعا لحد ما تيجي لحظة معينة، لحد ما تيجي لحظة معينة اعمل دعوات كتير، إن الشعب سينفجر في يوم، هم عندهم قناعة بكده، الشعب سينفجر وسيقضي على هذا. طبعا هو ما قدرش يدرس تاريخ الشعب المصري، ولا يعرف طبيعته، ولا يعرف سلوكياته جوه فرد الشعب المصري، حضارة كامنة، حضارة آلاف السنين محدش هيقدر يهزها أبدا، لكن هم متوهمين هذا الكلام انه هيجي، فلذلك يدعو الى 11 والناس تمشي معتقدين وراهم. الناس هتمشي وراهم وعايزين يقدموا نفسهم للفرق السياسية الأخرى، لهم خلي بالكم ده احنا كيان وطني. من امتى انت كيان وطني وانت اساسا تحارب فكرة الوطن؟ فكرة الوطن عندك فكرة ممكن تشرح لنا يا استاذ ثروت فكره الوطن، انه زي ما نقول كده ما لهمش علاقه بالوطنيه، وحضرتك بتتكلم اهو محاربه فكره الوطن ما لهمش علاقه بمصر، فازاي انت بتتكلم على تيارات واحزاب عايزها تبقى معاها؟ هم بيقولوا ان الوطن بالنسبه لافراد التنظيم، ايوه انا مش لان للاخوان اكثر من خطاب، خطاب داخلي عند افراد التنظيم وخطاب خارجي لباقي افراد الشعب. الخطاب الداخلي يقولون فيه ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فينبغي أن تكون الأمة أمة واحدة، وهذه الأمة هي الأمة التي تعبر عن الإسلام، والأمة التي تعبر عن الإسلام هي الإخوان، لأنها جماعة شاملة. إذن فأما باقي الكيانات الأخرى فهي كما قال مصطفى مشهور في يوم من الأيام عن باقي التكوينات الإسلام السياسي، قال إنما هي صفحات في كتاب الإخوان، صفحات تؤدي إلى نفس المعنى ويستفيد منها الإخوان، صفحات في هذا الكتاب نستفيد بها ونستعين بها. وبعدين طبعا هو بيقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، هو مش فاهم إنه تعبير أمة هنا، كلمة أمة هنا تعني في اللسان القرآني الدين، يعني سيدنا إبراهيم كان أمة، يعني مش معنى كده بقى كان عنده حدود جغرافية سيدنا إبراهيم، لا. إنما هو هنا إلغاء الحدود ما بين الأوطان، ويقول إن الوطن ينبغي أن يكون فكرة، أبي الإسلام لا أبا لي سواه وإن افتخروا بقيس أو تميم، فيبقى الإسلام هو الوطن، فحول الدين الذي هو عقيدة يؤمن بها الفرد ويتدين بها إلى الله سبحانه وتعالى، حولها إلى انتماء. وفارق بين الإيمان والانتماء، أنا أنتمي إلى وطني، أنا كبرت اتولدت فيه وعشت فيه وتعرفت على أصحابي فيه والمقابر أجدادي فيه، ها هنا وريت أجدادي هنا وهم اختاروا ثراها كفنا، وسأبقى أنا من بعد أبي وسيبقى ولدي من بعدنا. الانتماء ده انتماء مشاعري لا حيلة لي فيه، حتى لو كان وطني هو أقل الأوطان قدرا، لكن أنا بحبه، هنا علاقة حب ومشاعر. أما الإيمان فيقتضي أمر عقلي، أن يكون هناك عدة أديان، لو نزل واحد من المريخ وقال أنا عايز أشوف إيه الأديان اللي عندكم، وقعد يبص هيبتدي يفكر بعقله ولا اختار الدين الفلاني لأنه يلائم عقلي. فإذا الإيمان ينبغي أن يكون ناتج عن عملية عقلية، أما الانتماء فيكون قبل أن يكون هناك عقل ناضج. هو حول العلاقة للإسلام إلى علاقة انتماء ملوش دعوة بالإيمان، المهم ان انت تكون منتمي الى كل مظاهره، فلذلك ينبغي ان يضع اشياء تعبر عن هذا الانتماء. فلما جم في فترة السبعينيات وانا تحدثت في هذا الامر من قبل في عام 76، مش انا اللي قلته، لا ده هم سنة 76 جمعهم عمر التلمساني وقال لهم انا عايز قالوا له انت يجب ان تنقل تلك الافكار التي يؤمن بها الاخوان فتكون افكار عند كل الناس. فازاي بدأوا يعملوا ايه؟ السلام عليكم بدل مساء الخير وصباح الخير، مع ان مساء الخير وصباح الخير دعاء بالخير، لكن يتغير الى السلام عليكم فتصبح علاقتي بالسلام عليكم علاقه انتماء. ان تغطي المراه راسها فتصبح العلاقه لم تغطي تدينا ولكن لانها انتمت
إلى هذا الكيان. ثم يتغير الانتماء فترة فترة، صلاة قيام حتى ولو كانت من الأشياء الدينية، لكن خدها وحولها إلى اعمل في مسجد القائد إبراهيم صلاة قيام ويحضر فيها نص مليون واحد، ويطلع يتكلم ويقول يا سلام كان ورانا نص مليون واحد. وفي مسجد عمرو بن العاص كذلك، تحول الأمر إلى علاقة انتماء، اجعل الفرد منتمي إلى هذه الشكليات، وبالتالي سينتمي إلى هذا الكيان. فإذا ما انتمى إلى هذا الكيان يبقى أنت تسعى إلى توسيع هذا الكيان اللي هو تنظيم دولي عالمي، فيبقى الدولة التي تبتغيها هي دولة الإخوان، ويبقى الكيان الذي تناصره أنت دولتك مش مصر، أنت دولتك الإخوان. لذلك إذا تعارض أو تعارضت مصلحة التنظيم مع مصلحة مصر يفضل مصلحة التنظيم. أتتذكر مهدي عاكف ما الملك طز قريت أفكاري لما مهدي عاكف أيوة. سألوا صديقنا الأستاذ سعيد شعيب وقال له إيه رأيك في مصر؟ قال له طز في مصر واللي في مصر. وأنا وافق على، أنا بقولها وبفكرها لكل المصريين أهو وقالها. ولما طلع وأنكرها اضطر الأستاذ سعيد شعيب تسجيل. يطلع التسجيل صح. ده أنت بتكذب وتقول ما قلتش يا كذاب. في حين طلع التسجيل وطلع بيقول طز في مصر واللي في مصر وأبو مصر. ونقبل ان يجي واحد ماليزي من ماليزيا يحكمني، وما اقبلش انه واحد مصري مش على عقيدتي او فكري يحكمني. الله، لانه هنا بيتكلم عن الاخوه في الاسلام، ما بقتش فيه اخوه في الدم عنده ولا اخوه في الوطن. انا مواطن يا رجل، انا مواطن مصري سواء كنت مسلما او مسيحيا او حتى لم اكن صاحب دين، لكن ينبغي ان يتعامل وطني معي على انني مواطن، واتعامل مع وطني على انني من ضمن هذا الوطن ومنتميا اليه.